السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أهلا ومرحبا بكم جميعا في رحاب مادة اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي بمؤسسة الانبعاث الخصوصية. درسنا اليوم أعزائي التلاميذ في مكون التراكيب بعنوان النواسخ الفعلية. بداية أعزائي التلاميذ، استمعوا معي لهذا النص، وبعد قليل سأطرح مجموعة من الأسئلة التي من خلالها سنستخرج الظاهرة اللغوية. عنوان النص يقول: يوم مشرق، يوم مشرق، كان الجو صحوا وفجأة اشتدت الرياح فصار الجو غائما، وأمس المطر منهمرا وبات الجو باردا. في اليوم التالي أصبحت الشمس مشرقة، فخرج الراعي بغنمه مسرورا، فقد ظهر العشب الأخضر على الجبال، وأضحت الغنم متفرقة تبحث عن العشب وتجري هنا وهناك، وظل الجميع مسرورا. نظر الراعي إلى السماء وقال: ليست السحب كثيرة هذا اليوم. فجلس يدعو الله إلى أن عاد بغنمه مساء. الآن أعزائي التلاميذ، بعدما استمعنا للنص، كيف كان الجو؟ كيف كان الجو؟ ممتاز. كان الجو صحوا، كان الجو صحوا. في الأصل أن نقول الجو صحو، الجو صحو. ما نوع هذه الجملة؟ أحسنتم، هذه الجملة جملة اسمية. لماذا قلتم بأنها جملة اسمية؟ جيد، لأنها تبتدئ باسم، فالجو اسم لأنه يقبل ال ويقبل التنوين. تتكون الجملة الاسمية؟ جيد، تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر. أين هو المبتدأ في هذه الجملة؟ صحيح، المبتدأ هو الجو، لأنه به تبتدئ الجملة الاسمية. وأين هو الخبر في هذه الجملة؟ ممتاز، الخبر هو صحو، لأنه يخبرنا عن حال المبتدأ. فكيف هو الجو؟ الجو صحو. ماذا أدخلنا على هذه الجملة الإسمية؟ أحسنتم، أدخلنا على هذه الجملة الإسمية كان. أدخلنا كان. ما نوع هذه الكلمة؟ ممتاز، هذه الكلمة عبارة عن فعل، لأنه يدل على حدوث عمل في زمن الماضي. ممتاز. ما هو التغيير الذي حدث عندما أدخلنا كان على الجملة الإسمية؟ لاحظوا معي، كان لدينا الجو صحو، الجو صحو، وعندما أدخلنا كان على الجملة الإسمية قلنا كان الجو صحوا، كان الجو صحوا. إذن ما هو التغيير الذي حدث على الجملة الإسمية عندما أدخلنا عليها كان؟ ممتاز، لقد غير الحركة الإعرابية للخبر من الرفع إلى النصب، ونحن نعلم أن علامة الرفع هي الضمة،
وعلامة النصب هي الفتحة. نقول أن هذا الفعل كان غير الحركة الإعرابية للخبر، أو نقول نسخ الحركة الإعرابية للخبر. نسخ بمعنى غير. إذن بما أن هذا الفعل نسخ الحركة الإعرابية للخبر، سنسميه ناسخ فعلي. سنسميه ناسخ فعلي. هذا الناسخ الفعلي كان، هل غير الحركة الإعرابية للمبتدأ؟ أحسنتم، لم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ، بقيت الحركة الإعرابية للمبتدأ كما هي. كان لدينا الجو صحو، وعندما أدخلنا كان على الجملة الإسمية قلنا كان الجو صحوا. إذن هذا الناسخ الفعلي لم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ، بل غير فقط الحركة الإعرابية للخبر من الرفع إلى النصب. الآن لاحظوا معي أعزائي التلاميذ، بما أن هذا الفعل كان دخل على الجملة الإسمية، ونحن نعلم أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل. إذن هذا الفعل كان ماذا ينقصه؟ ممتاز، ينقصه فاعل، لأنه دخل على الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل. إذن سنسمي هذا الفعل فعل ناقص. فعل ناقص، لأنه ينقصه فاعل. الآن أعزائي التلاميذ، بما أن هذا الفعل كان دخل على الجملة الإسمية وغير الحركة الإعرابية للخبر ولم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ، سنقول الجو اسمه. الجو اسمه. وصحوا خبره. وصحوا خبره. كيف صار الجو بعدما اشتدت الرياح؟ كيف صار الجو بعدما اشتدت الرياح؟ ممتاز، صار الجو غائما. صار الجو غائما. في الأصل أن نقول الجو غائم. الجو غائم. ما نوع هذه الجملة؟ أحسنتم، هذه الجملة جملة اسمية. لماذا قلتم بأنها جملة اسمية؟ جيد، لأنها تبتدئ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر. أين هو المبتدأ في هذه الجملة؟ جيد، المبتدأ هو الجو، لأنه به تبتدئ الجملة الإسمية. وأين هو الخبر في هذه الجملة؟ صحيح، الخبر هو غائم، لأنه يخبرنا عن حال المبتدأ. ماذا أدخلنا على هذه الجملة الإسمية؟ صحيح، أدخلنا صار. أدخلنا صار. ما نوع هذه الكلمة؟ جيد، هذه الكلمة عبارة عن فعل. على ماذا يدل هذا الفعل صار؟ على ماذا يدل هذا الفعل صار؟ لاحظوا معي، قلنا في السابق كان الجو صحوا، والآن قلنا صار الجو غائما. إذن على ماذا يدل فعل صار؟
ممتاز، يدل فعل صار على التحول، فبعد أن كان الجو صحوا تحول إلى جو غائم، فقلنا صار الجو غائما. صار الجو غائما، ممتاز. ما هو التغيير الذي حدث عندما أدخلنا صار على الجملة الإسمية؟ لاحظوا معي، كان لدينا الجو غائم، وعندما أدخلنا صار على الجملة الإسمية قلنا صار الجو غائما. صار الجو غائما. إذن ما هو التغيير الذي حدث على الجملة الإسمية عندما أدخلنا صار؟ ممتاز، لقد غير الحركة الإعرابية للخبر من الرفع إلى النصب. نقول أن هذا الفعل صار غير الحركة الإعرابية للخبر، أو نقول نسخ الحركة الإعرابية للخبر. نسخ بمعنى غير. إذن بما أن هذا الفعل نسخ الحركة الإعرابية للخبر سنسميه ناسخ فعلي. سنسميه ناسخ فعلي. هذا الناسخ الفعلي صار، هل غير الحركة الإعرابية للمبتدأ؟ أحسنتم، لم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ، بقيت الحركة الإعرابية للمبتدأ كما هي. كان لدينا الجو غائم، وعندما أدخلنا صار قلنا صار الجو غائما. إذن هذا الناسخ الفعلي لم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ، بل غير فقط الحركة الإعرابية للخبر من الرفع إلى النصب. الآن أعزائي التلاميذ، لاحظوا معي، بما أن هذا الفعل صار دخل على الجملة الإسمية، ونحن نعلم أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل. إذن هذا الفعل صار، ماذا ينقصه؟ أحسنتم، ينقصه فاعل، لأنه دخل على الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل. إذن سنسمي هذا الفعل فعل ناقص. فعل ناقص، لأنه ينقصه فاعل. الآن بما أن هذا الفعل صار دخل على الجملة الإسمية وغير الحركة الإعرابية للخبر ولم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ، سنقول الجو اسمه. الجو اسمه. وغائما خبره. وغائما خبره. كيف أمسى المطر؟ كيف أمسى المطر؟ جيد، أمسى المطر منهمرا. أمسى المطر منهمرا. في الأصل أن نقول المطر منهمر. المطر منهمر. ما نوع هذه الجملة؟ أحسنتم، هذه الجملة جملة اسمية. لماذا قلتم بأنها جملة اسمية؟ جيد، لأنها تبتدئ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر. أين هو المبتدأ في هذه الجملة؟ رائع، المبتدأ هو المطر، لأنه به تبتدئ الجملة الإسمية. وأين هو الخبر في هذه الجملة؟ أحسنتم، الخبر هو منهمر، لأنه يخبرنا عن حال المبتدأ.
ماذا أدخلنا على هذه الجملة الإسمية؟ جيد، أدخلنا على هذه الجملة الإسمية أمسى. أدخلنا أمسى. على ماذا يدل هذا الفعل أمسى؟ هل يدل على الصباح أم أنه يدل على المساء؟ صحيح، يدل على المساء. ممتاز. ما هو التغيير الذي حدث عندما أدخلنا أمسى على الجملة الإسمية؟ ممتاز، لاحظوا معي، كان لدينا المطر منهمر. المطر منهمر. وعندما أدخلنا أمسى على الجملة الإسمية قلنا أمسى المطر منهمرا. أمسى المطر منهمرا. إذن ما هو التغيير الذي حدث على الجملة الإسمية عندما أدخلنا أمسى على الجملة الإسمية؟ جيد، لقد غير الحركة الإعرابية للخبر من الرفع إلى النصب. نقول أن هذا الفعل أمسى غير الحركة الإعرابية للخبر، أو نقول نسخ الحركة الإعرابية للخبر. نسخ بمعنى غير. إذن سنسمي هذا الفعل الذي نسخ الحركة الإعرابية للخبر، سنسميه ناسخ فعلي. سنسميه ناسخ فعلي. هذا الناسخ الفعلي أمسى، هل غير الحركة الإعرابية للمبتدأ؟ أحسنتم، لم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ، بقيت الحركة الإعرابية للمبتدأ كما هي. الآن لاحظوا معي أعزائي التلاميذ، بما أن هذا الفعل أمسى دخل على الجملة الإسمية، ونحن نعلم أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل. إذن هذا الفعل أمسى ماذا ينقصه؟ أحسنتم، ينقصه فاعل، لأنه دخل على الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل. إذن سنسمي هذا الفعل فعل ناقص. فعل ناقص، لأنه ينقصه فاعل. الآن بما أن هذا الفعل أمسى دخل على الجملة الإسمية وغير الحركة الإعرابية للخبر ولم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ، سنقول المطر اسمه. المطر اسمه. ومنهمرا خبره. ومنهمرا خبره. بات الجو. كيف بات الجو؟ ممتاز، بات الجو باردا. بات الجو باردا. في الأصل أن نقول الجو بارد. الجو بارد. ما نوع هذه الجملة؟ أحسنتم، هذه الجملة جملة اسمية. لماذا قلتم بأنها جملة اسمية؟ جيد، لأنها تبتدئ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر. أين هو المبتدأ في هذه الجملة؟ جيد، المبتدأ هو الجو، لأنه به تبتدئ الجملة الإسمية. وأين هو الخبر في هذه الجملة؟ ممتاز، الخبر هو بارد، لأنه يخبرنا عن حال المبتدأ.
ماذا أدخلنا على هذه الجملة الإسمية؟ أحسنتم، أدخلنا بيتا. أدخلنا بيتا، ما نوع هذه الكلمة؟ صحيح، هذه الكلمة عبارة عن فعل. على ماذا يدل هذا الفعل بيتا؟ يدل على الليل أم أنه يدل على النهار؟ أحسنتم، يدل على الليل. ما هو التغيير الذي حدث على الجملة الإسمية عندما أدخلنا عليها بيتا؟ لاحظوا معي، كان لدينا الجو بارد، وعندما أدخلنا بيتا على الجملة الإسمية قلنا بات الجو باردا. ما هو التغيير الذي حدث عندما أدخلنا بيتا؟ جيد، لقد غير الحركة الإعرابية للخبر من الرفع إلى النصب. نقول أن هذا الفعل بات غير الحركة الإعرابية للخبر، أو نقول نسخ الحركة الإعرابية للخبر. نسخ بمعنى غير. إذن بما أن هذا الفعل نسخ الحركة الإعرابية للخبر سنسميه ناسخ فعلي. سنسميه ناسخ فعلي. هذا الناسخ الفعلي بات، هل غير الحركة الإعرابية للمبتدأ؟ أحسنتم، لم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ، بقيت الحركة الإعرابية للمبتدأ كما هي. الآن لاحظوا معي أعزائي التلاميذ، بما أن هذا الفعل بات دخل على الجملة الإسمية، ونحن نعلم أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل. إذن هذا الفعل بات، ماذا ينقصه؟ أحسنتم، ينقصه فاعل، لأنه دخل على الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل. إذن سنسمي هذا الفعل بات، سنسميه فعل ناقص، لأنه ينقصه فاعل. الآن بما أن هذا الفعل بات دخل على الجملة الإسمية وغير الحركة الإعرابية للخبر ولم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ، سنقول الجو اسمه. الجو اسمه، وباردا خبره. وباردا خبره. كيف أصبحت الشمس في اليوم التالي؟ جيد، أصبحت الشمس مشرقة. في الأصل أن نقول الشمس مشرقة، ما نوع هذه الجملة؟ جيد، هذه الجملة جملة اسمية، لأنها تبتدئ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر، فالشمس مبتدأ ومشرقة خبر. ماذا أدخلنا على هذه الجملة الإسمية؟ ممتاز، أدخلنا أصبح. أصبح، ما نوع هذه الكلمة؟ أحسنتم، هذه الكلمة فعل. على ماذا يدل هذا الفعل أصبح؟ يدل على الصباح أم أنه يدل على المساء؟ جيد، يدل على الصباح. ما هو التغيير الذي حدث عندما أدخلنا
أصبح على الجملة الإسمية. ممتاز، لقد غير الحركة الإعرابية للخبر من الرفع إلى النصب، ولم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ. أحسنتم. إذن ماذا سنسمي هذا الفعل أصبح؟ جيد، سنسميه ناسخ فعلي. الآن أعزائي التلاميذ، بما أن هذا الفعل أصبح دخل على الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل. إذن هذا الفعل أصبح، ماذا ينقصه؟ ممتاز، هذا الفعل ينقصه فاعل. إذن ماذا سنسمي هذا الفعل أصبح؟ جيد، سنسمي هذا الفعل أصبح، سنسميه فعل ناقص، وسنقول الشمس اسمه ومشرقة خبره. كيف أضحت الغنم؟ كيف أضحت الغنم؟ ممتاز، أضحت الغنم متفرقة. في الأصل أن نقول الغنم متفرقة. ما نوع هذه الجملة؟ جيد، هذه الجملة جملة اسمية، لأنها تبتدئ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر. فالغنم مبتدأ ومتفرقة خبر. ماذا أدخلنا على هذه الجملة الاسمية؟ ممتاز، أدخلنا أضحى. أضحى، ما نوع هذه الكلمة؟ أحسنتم، هذه الكلمة فعل. هذا الفعل أضحى يدل على وقت الضحى، ووقت الضحى من شروق الشمس إلى صلاة الظهر. ما هو التغيير الذي حدث عندما أدخلنا أضحى على الجملة الإسمية؟ ممتاز، لقد غير الحركة الإعرابية للخبر من الرفع إلى النصب، ولم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ. أحسنتم، إذن ماذا سنسمي هذا الفعل أضحى؟ جيد، إذن سنسمي هذا الفعل أضحى، سنسميه ناسخ فعلي. الآن أعزائي التلاميذ، بما أن هذا الفعل أضحى دخل على الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل. إذن هذا الفعل أضحى، ماذا ينقصه؟ ممتاز، هذا الفعل ينقصه فاعل. إذن ماذا سنسمي هذا الفعل؟ جيد، سنسمي هذا الفعل فعل ناقص، وسنقول الغنم اسمه ومتفرقة خبره. ظل الجميع؟ كيف ظل الجميع؟ ممتاز، ظل الجميع مسرورا. في الأصل أن نقول الجميع مسرور. ما نوع هذه الجملة؟ جيد،
هذه الجملة جملة اسمية لأنها تبتدئ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر، فالجميع مبتدأ ومسرور خبر. ماذا أدخلنا على هذه الجملة الاسمية؟ ممتاز، أدخلنا ظل. ظل، ما نوع هذه الكلمة؟ أحسنتم، هذه الكلمة فعل. على ماذا يدل فعل ظل؟ يدل على الليل أم أنه يدل على النهار؟ جيد، يدل فعل ظل على النهار. ما هو التغيير الذي حدث عندما أدخلنا فعل ظل على الجملة الإسمية؟ ممتاز، لقد غير الحركة الإعرابية للخبر من الرفع إلى النصب، ولم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ. أحسنتم. إذن ماذا سنسمي هذا الفعل ظل؟ ماذا سنسميه؟ جيد، سنسميه ناسخ فعلي. الآن أعزائي التلاميذ، بما أن هذا الفعل ظل دخل على الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل، إذن هذا الفعل ظل ماذا ينقصه؟ ممتاز، هذا الفعل ينقصه فاعل. إذن ماذا سنسمي هذا الفعل؟ جيد، سنسمي هذا الفعل فعل ناقص، وسنقول الجميع اسمه ومسرورا خبره. ماذا قال الراعي عندما نظر إلى السماء؟ ممتاز، قال الراعي عندما نظر إلى السماء ليست السحب كثيرة. في الأصل أن نقول السحب كثيرة. ما نوع هذه الجملة؟ جيد، هذه الجملة جملة اسمية لأنها تبتدئ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر، فالسحب مبتدأ وكثيرة خبر. ماذا أدخلنا على هذه الجملة الإسمية؟ ممتاز، أدخلنا ليس. ليس، ما نوع هذه الكلمة؟ أحسنتم، هذه الكلمة فعل. على ماذا يدل فعل ليس؟ لاحظوا معي، قلنا السحب كثيرة، فهل السحب كثيرة؟ نعم، السحب كثيرة، لكن عندما على الجملة الإسمية ليس، قلنا ليست السحب كثيرة، فهل السحب كثيرة الآن؟ لا، ليست السحب كثيرة. إذن على ماذا يدل فعل ليس؟ ممتاز، يدل فعل ليس على النفي، فهذا الفعل نفى هذه الجملة، فقلنا ليست السحب كثيرة. التغيير الذي حدث عندما أدخلنا فعل ليس على الجملة الإسمية؟ ممتاز، لقد غير الحركة الإعرابية للخبر من الرفع إلى النصب، ولم يغير الحركة الإعرابية للمبتدأ. أحسنتم. إذن ماذا سنسمي هذا الفعل ليس؟ ماذا سنسميه؟
جيد، سنسميه ناسخ فعلي. بما أن هذا الفعل ليس، دخل على الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر ولا تتكون من فعل وفاعل. إذن هذا الفعل ليس، ماذا ينقصه؟ ممتاز، هذا الفعل ينقصه فاعل. إذن ماذا سنسمي هذا الفعل؟ ممتاز، سنسمي هذا الفعل فعل ناقص، وسنقول السحب اسمه وكثيرة خبره. الآن أعزائي التلاميذ، بعدما تتبعنا لشرح الدرس، ما هي النواسخ الفعلية التي تعرفنا عليها في هذا الدرس؟ جيد، أحسنتم. النواسخ الفعلية التي تعرفنا عليها في هذا الدرس هي: كان، أصبح، صار، أضحى، أمسى، ليس، بات، ظل. على ماذا يدل فعل كان؟ جيد، يدل على الماضي. على ماذا يدل فعل أصبح؟ ممتاز، يدل على الصباح. على ماذا يدل فعل صار؟ جيد، يدل على التحول. على ماذا يدل فعل أضحى؟ أحسنتم، يدل على الضحى. على ماذا يدل فعل أمسى؟ صحيح، يدل على المساء. على ماذا يدل فعل ليس؟ جيد، يدل على النفي. على ماذا يدل فعل بات؟ ممتاز، يدل على الليل. على ماذا يدل فعل ظل؟ رائع، يدل على النهار. على ماذا تدخل النواسخ الفعلية؟ على ماذا تدخل النواسخ الفعلية؟ جيد، أحسنتم. تدخل النواسخ الفعلية أو الأفعال الناقصة على الجملة الإسمية، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. من النواسخ الفعلية: كان، أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات، صار، ليس. الآن أعزائي التلاميذ، سنتعرف على إعراب النواسخ الفعلية، وسنختار إعراب هذه الجملة: كان الجو صحوا. نبدأ أولا بإعراب كان. ما نوع هذه الكلمة؟ جيد، هذه الكلمة فعل. في أي زمن هذا الفعل؟ ممتاز، في زمن الماضي. إذن سنقول فعل ماض. هذا الفعل كان، ماذا ينقصه؟ أحسنتم، ينقصه فاعل. إذن سنقول فعل ماض ناقص مبني على الفتح. والجو اسمه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وصحوا خبره منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أصبحت الشمس مشرقة. نبدأ أولا بإعراب أصبح.
ثم ننتقل إلى إعراب التاء. ما نوع هذه الكلمة؟ أصبح، ما نوع هذه الكلمة؟ جيد، هذه الكلمة عبارة عن فعل. في أي زمن هذا الفعل؟ ممتاز، في زمن الماضي، إذن سنقول فعل ماض. هذا الفعل أصبح، ماذا ينقصه؟ أحسنتم، ينقصه فاعل، إذن سنقول فعل ماض ناقص مبني على الفتح. وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، فهذه التاء هي تاء التأنيث الساكنة، فالسكون هنا تحولت إلى كسرة لأن أمامها حرف ساكن. ما إعراب الشمس؟ ممتاز، الشمس اسمه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ما إعراب مشرقة؟ جيد، مشرقة خبره منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الآن أعزائي التلاميذ ننجز تمرين تطبيقي حتى نتمكن من فهم الدرس فهما جيدا. السؤال يقول: أدخل ناسخا فعليا على كل جملة. البحر هائج، البحر هائج، إذن سأختار ناسخا فعليا، لكن علي أن أنتبه للشكل ولا أخطئ في الشكل. فماذا يمكنني أن أقول؟ جيد، يمكنني أن أقول: أمس البحر هائجا، أمس البحر هائجا. الهواء نقي، الهواء نقي، ندخل ناسخا فعليا على هذه الجملة، فماذا يمكنني أن أقول؟ ممتاز، يمكنني أن أقول: أصبح الهواء نقيا، أصبح الهواء نقيا. الرياح قوية، الرياح قوية، ندخل ناسخا فعليا على هذه الجملة، فماذا يمكنني أن أقول؟ أحسنتم، يمكنني أن أقول: أضحت الرياح قوية، أضحت الرياح قوية. الشاطئ نظيف، الشاطئ نظيف، ندخل ناسخا فعليا على هذه الجملة، فماذا يمكنني أن أقول؟ جيد، يمكنني أن أقول: كان الشاطئ نظيفا، كان الشاطئ نظيفا. أشكركم أعزائي التلاميذ على حسن تتبعكم، على أمل اللقاء بكم في درس جديد بمشيئة الله.